نبقى مع المشاعر، مشاعر الأبوة والأمومة لا يقابلها مشاعر ولا يعوضها شيء في الكون، والعقم نقطة صعبة في حياة الزوجين، ومعه تكثر الخلافات العائلية والمشاكل الزوجية، والقليل جدا من الأزواج من يتخطى هذه المرحلة. صحيح يا توني، فهل يؤدي عدم الإنجاب مشاهدينا إلى الانفصال؟ وهل تعد الرغبة في الانفصال أنانية أم حق للشريكين؟ تجيبنا رانيا سليمان المعالجة النفسية ضمن فقرة خاص جدا. رانيا، يعني بداية، ما أهمية الإنجاب في إنجاح الحياة بين الشريكين برأيك؟ أوكي، أول شيء صباح الخير. صباح الأنوار. في نقطة جدا مهمة بدنا ناخدها بعين الاعتبار، إنه الفرد هو بيجد من بيئة، وهي البيئة هي اللي بتأهل الأفراد ليكونوا شيء اسمه الثنائي. الثنائي شرط أساسي لتكوين نظام أسري هو إنه يكون في بيناتهم عقد. هيدا العقد له شروطه من البداية. هني كيف بيحطوا هاي الشروط من البداية؟ هني كيف بيقدروا يكفوا مع الوقت حياتهم الزوجية؟ نوصل للنقطة الأهم، نقطة الأهم يلي هي كيف بيكونوا حاطين هيدي البلان أو هيدي الخطة ليكونوا هالحياة الأسرية. قديش بده يكون في تنظيم أسري، قديش بده يكون في خطة لإنجاب الأطفال. بتجي الصدمة الكبرى بأنه أحد الشريكين أو كلا الشريكين لا يقدران على الإنجاب. نجي نحن بنستخدم معهم كلمة العقم، وهي كلمة صعبة جدا وخليني أقول سلبية جدا. بنفضل يكون عم نستخدم اليوم بالحلقة كلمة عدم الخصوبة. هيدا الشيء بشكل كتير ضغط كبير عليهم، لأنهم بمكان ما هني يمثلان امتداد أساسي للأسرة يلي إجوا منها، والنظام الأسري يلي هني بيكونوا مندوبين عنه ليكونوا أسرتهم الخاصة، طبعا ضمن توقعاتهم هني. قديش هني حاطين توقعات على وضعية الإنجاب، قديش بتكون الصدمة أقوى وأعمى، وخليني أقول أشمل وأعمى. والضغط أكبر لأنه أنت سميتي نظام أسري، وهو نظام أسري الأسرة فيها أو العائلة لها كلمتها. طبعا هذا سيف ذو حدين، يعني نحن نشكر الله على عيالنا، بس بنفس الوقت ضغط العائلة وضغط تأسيس العائلة يمكن أن يكون ثقلا علينا. أكيد أكيد، بمكان ما تأسيس العائلة، إذا بدي أحكي عن العائلة، هي مؤسسة مؤسسة إلى كيانها، إلى خلينا نقول الأساسات الأساسية لتنشئتها. قديش في الصحة النفسية عند الطرفين، لأنه هن بينتقلوا ليكونوا أفراد من أسرتهم، ليصيروا ثنائي، بعدين بيصيروا بأدوارهم التالية اللي هن دور الأب ودور الأم المؤسسين. عدم وصولهم لهي المرحلة كونهم أب وأم بشكل عليهم ضغط كتير كبير من عدة نواحي. أول شيء إذا كان في قرار أو إذا كان في خليني أقول خيار طوعي بعدم الإنجاب، غير لما بيكون لا طوعي وناتج طبيعي. ناتج عن مشاكل جسدية. طبعا نحن هون عايشين بمجتمع ذكوري، يعني موضوع كونه أنه السيدة لا تنجب ولن تصبح أم، يستطيع الرجل أن يتخلى عنها بسهولة. المجتمع لا يدينه بهذا القرار، لأنه من حقه أنه يؤسس عائلة، وطبعا إذا يقع العاتق الكبير على كاهله كونه يأتي من عائلة إلى امتداد، ويجب أن يحافظ على اسم العائلة وتاريخ العائلة وتنشئة العائلة. هون تتعرض المرأة لضغط بشكل أكبر وبشكل قاسي، لأنه هي شعور بالذنب خصوصا. طبعا أنه هي تشعر بالذنب، لأنه واحد كونها امرأة، هيدا بحد ذاته كونها أنثى بالأحرى، هيدا بحد ذاته يشعر بالذنب. فكيف إذا لم تكن كالأرض الخصبة التي تعطي والتي تمنح الحياة لجنين، من خلاله ترى صورة جسدها تتغير، وهيدي هي الطبيعة التي تؤهلها لأن تكون مركز أساسي لغريزة الأمومة. هيدي المشاعر كلها بتكون مختلطة، وهيدي المشاعر كلها بتؤدي لقلق، بتؤدي لخوف، بتؤدي لهواجس، قد تصل فيها لمرحلة الاكتئاب إذا تم الانفصال. ولكن نشوف كوبلات تانيين اختلف الوضع عندهم. انطلاقا من النتيجة التي قد تكون طلاقا، هل برأيك أحد الشريكين في حال اتخذ هذا القرار بأنه ينفصل عن الآخر، هل يعتبر بعلم النفس وبنظرة المجتمع هو أناني، أم أنه حقه الطبيعي أن يبدأ حياة جديدة ويكمل حياته ويؤسس أسرة؟ أوكي،
سؤال جدا مهم. هون أنا إذا بدي أعتبر كلمة أناني، أنا بدي أكون بوضعية إصدار أحكام على الرجل أو على أحد الشريكين بغض النظر إن كانت السيدة أو السيد. ما فيني أفترض هيك إلا أنا لشوف شو كانت التوقعات منذ البداية. هل كان في انسجام بيناتهم على أنهم كشريكين هني بدهم يكفوا حياتهم مع بعض، بدهم يكبروا مع بعض؟ لأنه مرحلة الأب والأم بتستمر، ولكن المراحل العمرية بتصير مختلفة. مرحلة كونهم يرعون أو بوضعية رعاية لأطفالهم بتختلف عن وضعية رعاية للشباب، بتختلف عن وضعية أنه الشباب انفصلوا عن أهلهم. وأنا هون بدي روح بالمناحي النفسية، هل فعلا الأم هي انفصلت عن أولادها ليوصلوا ليكفوا كبارهم مع بعض؟ لأنه هون بتصير وضعية السكينة مع بعض. هل من البداية هني متفقين على النقطة أو لا؟ لأو هو متزوجة لمجرد أنه متزوج سيدة يتعاطى معها كآلة للإنجاب وآلة للتكاثر؟ ومن هون بنرجع للمؤسسة الزوجية، هل أحد أهدافها هو التكاثر فقط بمكان ما طبيعي؟ هيدا شيء بيولوجي بحت، الطبيعة أعطتنا إياه، بغض النظر طبعا عن المنحى الديني بالموضوع. طبيعة الإنسان الكائن كونه كان اجتماعي، بهدف كونه كان اجتماعي يجب أن يتكاثر. وفينا ننظر للولد كثمرة حب 100%، وهون بتبين القضايا هل يلام أو لا يلام. هون كل علاقة إلى خصوصيتها. في نماذج لقت صعوبة بهيد الوضعية وكان هناك أسبابهم، وكان هناك خلينا نقول تداعيات لموضوع عدم القدرة على الإنجاب من نواحي سلبية على الرجل وعلى المرأة. والمجتمع ينظر دائما للمرأة بأنه عدم كونها قادرة على الإنجاب يسلط الضوء عليها، بينما على الرجل يتم إخفاء الأمر بشكل بأنه لا يمس رجولته طبعا. ومن هون منشوف القضايا بتبلش تاخد مناحي أخرى، لأنه منشوف في كوبلات حتى الآن قادرين أنه يتخطوا هذا الموضوع. ولكن الشرط الأساسي، هذا برأيي طبعا، الشرط الأساسي لنجاح التجربة يجب أن يبدأ من العيادة النفسية. يجب أن يكون هناك دعم نفسي مستمر منذ البداية للشريكين مع المعالج. بالضبط للشريكين، لأنه هيدا الشيء بأهلهم وبيمكنهم من أنه يكونوا عم يتخطوا عقبات ومخاوف وهواجس. أهم موضوع غياب لاحق لإلهم بالوجود مما يشكل خطر الموت، يعني شبيه جدا بأنه غياب بالنهاية. بالضبط، نهايتنا، نهاية امتدادنا كبشر بالنسبة لإله ولإله، أنه نحن في غياب يعني يساوي موت. طيب أنت فضلتي ألا نسميه عقم بل عدم خصوبة، ولكن هل الخصوبة في الحياة تختصر بإنجاب البنين؟ ألا يمكن أن نكون منتجين ومثمرين من دون إنجاب أولاد؟ شكرك على السؤال، لأنه بمكان ما جزء أساسي من الدعم ومن فكرة تأهيلنا النفسي هو أن نكون منتجين بكافة المناحي بحياتنا. الإنتاج فقط لا يقع على نقطة غريزية اللي هي نقطة أساسية اللي هي غريزية فقط، غريزة الجنس وامتداد لموضوع الحياة. بالعكس، هناك مناحي كثيرة نقدر أن نتكل عليها ونتكئ عليها في حياتنا من خلال الأنشطة اللي نحن بنقوم فيها، الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة اللي هي تطوعية، من خلال السبورت سيستم، يعني النظام الداعم لهول الأفراد من خلال حياتهم، وتيرة حياتهم، أشغالهم، زياراتهم، الأهل والأصدقاء. رب أخ لك لم تلده أمك. بالضبط، والأصدقاء الداعمين. هيدا كله بشكل نظام دعم لأي شخص فينا، مش بس للشخص يلي لديه مشكلة في الخصوبة. قد تكون هناك لدينا مشكلة في خصوبة الأفكار، مش بالضرورة فقط في موضوع العقم أو عدم القدرة على الإنجاب. وكما نذكر بأنه المواكبة النفسية من قبل أخصائي مهمة جدا لكي يتخطى الشريكين في حال قرر أن يبقيا سويا أو الانفصال، مهم جدا طبعاً. لهما. إذن رانيا سليمان المعالجة النفسية، شكرا جزيلا لك. شكرا على نظرة الرحمة يلي وديتيها لمشاهدينا. شكرا جزيلا لك.